انا نعزي الراي مواطن الجمهور المغربي المواطن المغربي والعربي والمغاربي بصفه عامه فرحين أيقونة المسرح المغربي والتلفزيون والسينما المغربي يعني انا عندي معها تاريخ منذ الستينات يعني هذا عمر يعني شاركنا في عده اعمال مسرحيه فنية سينمائية تلفزيونية الله يرحمها امرأة كانت تعمل الخير فوق هادشي وزيرة يعني لما كتقول أن فنان كيصبح في مرتبة وزير هذه ما سهلهاش يعني امرأة خذتها عن جدارة واستحقاق عن تاريخها عن نضالها عن ممارستها للمسرح الفعال المسرح الحي مسرح اليوم الفرقه ديالها كانت مسرح اليوم اللي سبق لها اشتغلت مع الطيب الصديقي اشتغلت مع السي محمد الخلفي اشتغلت مع السي عبد العظيم الشناوي الله يرحمه حتى هو في حقه هو اللي عطاه الاسم ديال توريا الله يرحم الجميع كنت عند داك الشو واحد الجمعة أنا والسي عمر مشينا كلينا عند داك الشو الدار عندها كانت عملت واحد الكسيدة ومشيت نشتغل وكان شوية لاباس يعني ما باينش عليها المرض ولا كانت رائعة ولما دخلت المستشفى تقريبا هذه واحد 11 يوم باش دخلت المستشفى الشيخ خليفة وكنشكروا صاحب الجلالة اللي كان هو اللي وقف وراء توريا جبران هو اللي كان كيقدم المال الخاص هذا التطبيب ديالها والله ينصر الملك سيدنا تبارك الله عليك شكرا لك شكرا يلا يلا صافي بارك إذا مشاهدي مكشوف تي في كنتم معنا على المباشر الممثل القادر مفتاح لجاور المرحومة الفقيدة الممثلة القادرة توريا جبران الله يجعلها من أهل الجنة إن شاء الله يعني وفد كبير كان معها في الجنازة ديالها وهذا الشيء عنده دلائل اللي هو أن كانت محبوبة عند الجميع غادي يدفنوها فابور
اش اللي بغيت نقول لك؟ انا ما فهمش الجاليه المغربيه جيت لهنايا باش تحضر الحضور وتشارك في لونتيرمون تمنع عليها. قال لك كاينه ليست، شكون اللي دار هذه ليست؟ الله اعلم. الا ولات دير لا ليست باش تدخل السيمتيار الله اعلم. ثم جيتوا من اوروبا باش؟ انا من الناس، انا في دراريه وداديه العمر التجار المغاربه بفرنسا. نصر الله صلاح الدين. بقى فينا الحال لينا السيده ملي كان ما كانش عندنا التواصل مع المغرب كانت كتهلا فينا، كانت كتسول فينا وكيوصلوا لنا بزاف د الحوايج. ودابا الحمد لله بغينا نحضروا في لونتيرمون ديالها. سي مالوغو ملي ولاو مانعنا لي فليك ما ندخلوش جاتنا حاجه ثقيله. جو ميرسي. السلام عليكم. الله يرحمها سيدي. هذه حيت راك عرفتوا ان الوباء وعرفتوا ان يعني كاين ما دو كوتي ويهضروا معنا ياخذوا بعين الاعتبار ديال الفنانه. حيت هما ديجا قال لك يعني 10 الناس من العائله ديالها ما بغيناش ندخلوا كاملين. هما نديروا شوز يزيدوا هنا في لابلاص يقول لك انتم فنانه وقفوا هنا يقدموهم لي جورناليست. هادشي اللي بغيت نقول لك انا ما في. جو ميرسي. كانوا يجمعوا غير الفنانه في واحد القنت. إذا مشاهدي موقع شوف تيفي انتم دائما على المباشر من أمام مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء. يعني الفقيدة كانت عزيزة عند الجميع، عند الفنانة وعند المتابعين والمشاهدين والمحبين ديال لالة توريا جبران. الله يجعلها من أهل الجنة. كاين بروتوكول خاص يعني ديال الدفن، ثم عارفين الحالة الوبائية اللي كتمر منها بلادنا، نقروا أن فقط 10 أشخاص من العائلة ديالها والمقربين 10 هما اللي خاصهم يدخلوا المقبرة. وهذا الشيء اللي كان لأن الأمور لا تبشر بالخير في البلاد ديالنا، يعني حالات كثيرة ديال الوفيات وديال المصابين، ولكن للضرورة أحكام. البطاقه ديال الجمال بدات توريا ملي كانت في وزاره الثقافه. استاذ الا قلنا لك موقف عشيه مع توريا جبران شنو تقدر تقول لنا؟ ما حكيتو الاخرين. انا الموقف كان بالنسبه لي مفاجاه، لانه ملي مشيت للبرلمان باش ناخذوا البطاقه المهنيه تم نادت عليا، فملي وقفت كتبان لي توريا جبران هي اللي جايه تعطيني البطاقه، هي اللي مكنت عليا وفرحت بزاف، لانه هذا كان بالنسبه لي شرف. شكرا. شكرا.
الله يرحمه ويوسع عليها، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليها. بصراحه كانت مرأة استثنائيه ومرأة غير عاديه. ربما ان صعب القول بان مرأة في هذا الجيل الماجي كتوريا جبران السعديه الطريطيف. الله يرحمه ويوسع عليها، وكنتمنى لها ملائكه في الجنه يخدموها ان شاء الله كما خدمات الاصدقاء والعائله ديالها. تعاونوا معنا الدراري محتاج اللي طق الباب ديالها. شكرا انا لله وانا اليه راجعون. الله يرزقكم الصبر والله يجعل من الجنه ان شاء الله. استاذ انت عطينا الكلمه، هي مصلحيه تهضر عيات. والكلمه توريا جبران السعديه قريطيف الحداويه، يعني 100% البيضاويه. يعني شنو نقول لك، كانت كتوصي الزوجه ديالي عليا انا، رأيي أنا أني لرب الأسرة، وهي كتوصيها كتقول لها الله يفرج لك وليداتك. كنقول لها خالتي راه آخر لقاء ليا مع توريا جبران. شنو الصلة بيناتكم العائلة؟ هذه بنت أختها وأنا الزوج ديال بنت أختها. وكانت تبارك الله يعني مهلية فينا الحمد لله، وكتشوفنا وكتشوف السناء يعني، وكنطلبوا الله يعني الله يجعلها متواها الجنة بإذن الله. المشاكل وسط داكشي اللي عندها، كنتخيل راسي كيفاش كانت أنا مداراني وسط، يعني راه تخيل معايا راه ما عرفتش شحال عندها ديال الناس وما كانتش كتفوتني. كنتي معاها في اخر لحظات؟ نعم شفتيها في اخر لحظات ديال حياتها في واحد موقع التواصل مباشره بفيديو، وشناها وهي الوصيه اللي خلات الزوجه ديالي، قالت لها الله يفرج لك ووليداتك راهما راس المال ديالك. وقلت لها خالتي دابا كتوصي الزوجه ديالي عليا انا اللي خصني نتلا فيها. ولا قالت لي لا راه هي مولا الدار وهي عمر الدار، وهي خصها يعني وراء كل رجل عظيم امراه. وكنتمنى لها المغفره والله يربي الله يحفظها. والمعامله ديالها معاكم كانت زعما الله عمرها فريده. كانت مرأة استثنائية، تخلت على جميع البروتوكول ديال الوزارة وأتت إلى منزلنا. يعني كتشرب معنا واحد الشاي ويعني ما كانتش مقصرة من جهتها. لا لا الحمد لله. هي اللي فرشت لي الدار، باقا الأتات ديالها عندي في الدار، جابت لي كله الطابلوات ديال الرسم والفراش وكل شيء باقا عندي لدابا، وهي سببي بأنني خدت الدويرة وبأنني تزوجت، وهي السبب ديالي في كل شيء. انا خدات على عاتقها ملي ماتت الوالده ديالي الاخت ديالها، من بعد 3 سنين تحملت هي المسؤوليه ديالي ووصلت لي. ماشي غير انا، كانت الام ام اليتامى، وكاينين بزاف ام ثانيه ديال اليتامى، لا من قريب ولا من بعيد، بزاف بزاف بزاف. شكرا. ايوا شكرا. وكانت مرأة استثنائيه صراحه. مشاهدي موقع شوف تي في، ثم دائما المباشر من امام مقبرة الشهداء. سالي هذا ولا وفد مهم من الممثلين او بعض الممثلين اللي جاوروها في الايام ديالها، الممثلين ديال هذا الزمان. يعني صراحه ما بالينا حتى شي واحد. وفد مهم من الصحفيين، وفد مهم من الاعلاميين ومن المحبين ديال توريا جبران. كتشوفوا فيهم المباشر هما اللي امامكم، العديد ديال الناس من المحبين ديال توريا جبران اللي في المحيط ديال مقبره الشهداء. نتمنوا لها الرحمه والمغفره والثواب ان شاء الله. الله يرحم من مات والله يصبر الوليدات ديالها وبناتها. انا لله وانا اليه راجعون.